السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم حبيبتي في فيديو جديد من قناه فنون وحياه. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه الراب رايح جاي مش متصل، وده للناس اللي عايزين نتعلم نول من اول خالص، عشان احنا واحنا شغالين فيديوهات الناس بتسالنا طيب انت عملتي دي ازاي، عملتي الغرزه دي ازاي، احنا مش عارفينها، فانا هعمل لك بالتفصيل بالراحه خالص علشان في الفيديوهات نشتغل على طول تبقى انت متعلميها كويس قوي. ابتدي بسم الله. طيب لو هنعمل راب لقطعه مستقيمه، لو قطعه مستقيمه بنشتغل من مسمار لمسمار تاني بس ما بنعديوش، يعني مثلا من هنا ممكن من هنا لهنا كل المسامير دي لغايه هنا ما بنعديش نفس المسمار مرتين، تمام؟ لو عدينا مرتين كده هتقفل معايا ده دايره، يبقى انا بعمل من مسمار لمسمار، اي لو ليا كل مسمار ده المسمار ده او من هنا حتى لهنا بتلف كده 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 وترجعي وبعدين ترجعي تاني. اوكي هنعمل عقده الفتله القصيره كده ونلف كده، والعقده دي بس امان ديكي عشان تعرفي تشتغلي كويس. الفتله دي هتخش هنا قصيره، الفتله الكبيره هندخل من ورا المسمار ونلف وناخد دي ونرفعها لفوق كده. هقرب لك الصوره. هنلف لفه والتانية ونعمل كده تاني لفة والتانية وهنعمل كده لفة والتانية وهنعمل كده لفة والتانية. وصباعي ده ماسك دي وصباعي ده ماسك دي الخيط، ماشي؟ وبعدين اروح عاملاه كده تاني كده، بص صباعي ده مسك الفتله كده وصباعي التاني بس اتحرك على طول ويمسك الخيط كده. اوكي كده. المهم هفضل اشتغل عادي خالص كده واشتغل لغايه ما اوصل عند العمود ده. معانا هنعمل طبعا بالعدد بيبقى قايله، اما اجي اشتغل الدور التاني هرجع بقى مش هستعمله. بصي هعمل كده اهو، تمام؟ هجيب الخيط من قدام كده، اجيب الخيط الابره من فوق كده واشد الخيط كده واسحب الغرزه اصلا من على المسمار واحط دي هنا واسحب كده، خلاص دي غرزة أمامية. هجيب اللي بعديها هدخل الإبرة من تحت واسحب دي كده، الخيط معايا ده شد عشان ما يفلتش، واطلع دي كده، دي غرزة خلفية. غرزة أمامية هجيب الإبرة من فوق الحلقة واسحب الخيط كده وارفعه كده واسحب دي كده واحط الحلقة دي بدلها واسحب كده. هنا هجيب الابره من تحت واسحب لفوق كده، اجيب الابره من فوق، لما اجيب الابره من فوق يبقى الحلقه من فوق، واجيب دي كده واسحب كده واسحب كده، خلاص الخيط من تحت الابره الخيط من فوق الابره من تحت يبقى الحلقه من تحت واسحب كده، الابره من فوق يبقى الحلقه من فوق والخيط من تحت واسحب كده واسحب دي طلعها بره واحط الحلقه دي مكانها واشد كده، الابره من تحت هسحب كده وارفعها لفوق كده اهو، الابره من فوق يبقى الحلقه من فوق واعمل كده، تمام؟ الابره احنا قلنا من فوق ولا من تحت؟ امامي خلفي امامي خلفي امامي خلفي امامي خلفي امامي، هيبقى دي خلفي كده اهو كده، تمام؟ كده خلاص. خليكي عارفه انت مثلا سبتي الشغل وقمتي لاي سبب
رجعتي الخيط لو من ناحية الشمال يبقى انت هترجعي كده تروحي ناحية اليمين، لو موجود ناحية اليمين يبقى انت هتمشي ناحية الشمال. خلاص اول واحدة دي احنا هنسيبها وهنلف وراها كده. دي كانت خلفية معايا، هنعمل رابع عادي، دي كانت خلفية خلاص، يبقى انا برضو هعملها خلفية، هعمل كده واسحب دي. انا بعمل، انا بقى بجي اشتغل بيني وبين ترابيزه بزنق النمل ده عشان ما يقدرش يتحرك مني كده اهو. اهي دي كانت اماميه، لو انت بتتلخبطي حطي حلقات زي ما انا كنت عامله في الفيديو اللي فات، حلقات في كل واحده اماميه عشان تبقى عارفه ان الاماميه دي هي دي بتاعت النزل ده كده اهي. كنت حاطه ماركر في كل الحلقات الاماميه عشان ما تلخبطش، لاني بقوم واقعد على الشغل فعشان ما انساش كده اهو. دي كانت اماميه او لونيها، دي كانت خلفيه، بمسك كده اهي واسحب دي لفوق كده، دي اماميه تروحي سحبه كده. انا طبعا دي عامله لك بالراحه علشان تبقي عارفه، يعني ترجع الفيديو ده لو انت عايزه تتعلميها من اول. خلاص في حركة تانية بنعملها، ان مثلا دي امامية ماشي، دي خلفية، دي امامية، اروح ايه عاملة كده وجاية عن سايبة ده وجاية دي، لو انت مش عارفة خلاص ما تعمليهاش، عاملة كده عاملها امامية. خلاص انا سبت بقى دي، سبتها ليه هقولك، وروح سايبة عمود وعمود اللي بعديها هعمله امامية مثلا يعني كده، لو انت شغالة بقى بسرعة. خلاص واجي دي كانت خلفيه، هروح واخداها وقلبها كده على طول، يعني بعمل ايه، تعملي كذا حلقه تروح امام مقياس تخلصي. دي في حاله ان انت مش تتلخبط، لو اتلخبطي خلاص. واروح عامله دي كده تمام. الحلقه دي هنروح لافين من وراها كده اهو، دي كانت اماميه هنروح عاملينها كده دي كانت خلفي نروح عاملينها كده، دي كانت امامي اروح عاملاها كده، دي كانت خلفي نزل الشغل كده اروح عاملاها كده، دي كانت امامي اهي، دي كانت خلفي، دي كانت امامي دي كانت خلفي دي كانت امامي. فانتي اتعلمي عشان لو قمتي في اي وقت سبتي الشغل وقمتي وقعتي تعرفي انتي كنتي واقفه فين، اماميه ولا خلفيه، او تعدي زي ما انا عديت لو انتي فاكره بادئه بايه، او تكتبي او تحطي توكه لازق اي حاجه. نلف كده ونجيبها الناحية دي وهكذا، دي كانت خلفي دي كانت امامي وهكذا، نفضل راجعين راجعين ورايحين جايين لغاية ما نعمل الراب بتاعنا. بدأ يبان حاجة صغننة اهو بسيطة، بس مش هيبان دلوقتي بعد الشغل شوية. لو انت شغاله وقمتي لاي سبب ما، نزلي الحلقات كلها لتحت كده وتحطي الخيط جوه وتحطيها على جنب علشان ما تلوطيش. هتفضلي تشتغلي لغايه ما تعملي بقى الطول اللي انت عايزاه. طبعا احنا في الفيديوهات اي مشروع بنعمله بنقول هنعمل كام سنتي وهنعمل قد ايه، بس هنا انا بوريكي طريقه عشان لما نيجي نشتغل في الفيديو بنشتغل بسرعه فتبقي عارفه التفاصيل. اشوفكم على خير، فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.